خذوني إلى الزنزانة 59. أريد أن أموت. هيا يا فرسين، دعوا عدا لحياتي. اللبؤة الفضية للمسرح الواقعي مجددا في قاعة سلسو بمدينة تيارت في طبعة ثانية تعيد الدفء إلى الخشبة وتجمع بقايا جمهور الفن الرابع ممن يستمتعون بما أنتجت الفرق المسرحية. هذه الطبعة اللي هي طبعة زنداق محمد كمال، هو فنان من ولاية تيارت، لأبينا أن نكرمه على إعطائته المسرحية. وكذلك إن شاء الله راحين يكونوا معنا عدة عروض، معنا إن شاء الله مسرح الجهوي معسكر. العرض الأول من الأيام المسرحية تناول تاريخ الثورة بحكاية إعدام المستعمر لفنان مسرحي شكل فرقة للنضال السياسي. الحمد لله العرض نال إعجاب الجمهور، وإن شاء الله إن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله. حكوا في تيزي وزو، هذه كوطرتك في توجد، ها واحد حطوا له في الحارة في الغردية. العرض الثاني كان مونولوج ساخرا حول واقع المجتمع المعاصر وتناول سلوكات السكان في أحد الأحياء. على كل حال قصة عزيز طرزان هي قصة اجتماعية كانت مستوحاة من أقصوصة للكاتب الساخر الكبير عزيز نسين. بين الواقع والطموح يبقى المسرح في تيارت متمسكا بالحياة، متحديا عقبات البيروقراطية والأنفس المريضة.